ويسمونه التعليم الإلزامي. يعني أنا ليس عندي خيار أصلا إذا أنا شعرت أن ابني ليس مستعدا الآن يعني يدخل المدرسة نفسيا وعصبيا وإمساك القلم. وإذا حدث معي مع ابني بالفعل، يعني علي الطفل الأصغر لم يكن يستطيع أن يمسك القلم بشكل جيد، يعني كفه صغير جدا، ولم يكن يفهم الصلة ما بين المنطوق والمقروء والمعنى والشيء. هو مش فاهم الصلة بين الحاجات دي. يعني في أبل، والأبل دي هي الأبل اللي أنا بقولها، أو التفاحة أو البطة أو القطة أو أي حاجة، وبين التصور لهذا ده حيوان أو شيء. هو مش قادر يعمل الرابطة دي، وما عملهاش غير بعد ما تم 5 سنين. ده لا تخلف ولا تأخر في الفهم ولا أي حاجة، بالعكس هو شديد الذكاء. لكن هي جت لحظة قدر يعمل فيها الرابطة دي، ما كانتش قبل كده. وكل طفل بيعملها بطريقة معينة، بيتعملها بإيقاع مختلف. ففكرة دخله كتاكيت العشة في سن 3 سنين دي فكرة غريبة. طالما استدعيت في المدرسة من أجل علي لأنه الشكوى ما بيقعدش على الكرسي، طب ما هو مش مطلوب يقعد على الكرسي. فالمدرسة تنظر لي وكأني أنا بلهاء مثلا، يعني إيه مش مفروض؟ قلت لها هي حضرتك ده عنده 4 سنين يقعد على الكرسي ليه أصلا؟ إيه الكونسيبت يعني؟ لازم يقعد في الفصل ليه؟ مين ألزمه؟ ده المفروض يكون على الشجرة أصلا. يعني لو ده مجتمع طبيعي كان دول العيال دول في الشجر وبيسرحوا في الغيطان وكده. فشيء يعني احنا كيف نتصور اصلا؟ يبدو اننا في بحاجه الى ان ننسخ الكثير مما تعلمناه عن العلم اصلا، وعن كيف نفكر في مساله العلم اصلا، وما الذي نتعلمه، وما اولويات التعلم اصلا. لم يتحدث احد على سبيل المثال، يعني طبعا تم الحديث عن السفر على سبيل المثال كمصدر ووعاء للخبره. الدكتورة كانت تحدثت، الدكتورة أمال تحدثت عن بين مصر والقاهرة وتركيا و4 لغات وكذا، لكن لم يتحدث أحد على سبيل المثال، يمكن محمد حجازي مس الأمر مسا خفيفا، عن كيف نتعلم، كيف نكون لدينا ذكاء عاطفي. الشغف ليس كافيا، لأنني قد يحملني الشغف إلى أن أدوس على الآخرين. يعني عندي اوفر اوبسيشن بالشغف بتاعي، ودايسه بقى على الناس مش واخده بالي خالص، يعني دايسه على اهلي، مصممه ان هم يساندوني فيما افعله، وكاني افترض ان لدي حقوقا مكتسبه تجاه اهلي لكي يدعموني فيما افعل. ليس بالضروره. يعني انا والدي عندما جئت الى قرار مصيري في حياتي قال لي هبه انا لست مقتنعا بقرارك. طلبت منه ان يساندني في قراري لاني كنت اواجه تحدي في المدرسه، فقال لي لن استطيع ان ادافع عن شيء انا لست مقتنعا به. عزيزتي عليك ان تخوضي معركتك لوحدك. فقلت له عدل، هذا عدل صحيح، ما دمت لست مقتنعا فدعني أخوض معركتي وحدي، ولم أكن غاضبة. فما الذي نتعلمه، كيف نتعلمه، لماذا نتعلمه، هي أسئلة متعلقة بالموضوع. لا تنفك، لا أتخيل أننا يمكن أن نعطي محاضرة عامة جدا. أهمية ما قيل لمن سأل ما صلة هذا بلماذا نتعلم، هو التأمل. تأمل في خبرات مهند وفي خبرات محمد وفي الخبرات الأخرى المتعلقة بالنظر إلى كيف صار هؤلاء الناس وكيف فكروا، يعني منهج التفكير والقرار. والكلمة التي ذكرت في النهاية عفوا كده اللي هي الثمن، يعني أنت تريد أن تتعلم مثل مهند، تخرج من الجامعة وتقرر أن تسير رحال في أرض الله، تأخذ كورس هنا كورس هناك، و تهتم بالتعليم بعض الوقت، بالتنمية بعض الوقت، تنزل تذهب إلى السودان، تجلس هناك لكي ترى كيف يتعلم الناس في الحياة، في الشارع، في الخبرات، تذهب إلى طريقة صوفية كيف يتعلم الناس العرفان، تنتقد، تتفق، تختلف وكذا. هذا له ثمن. ليس الثمن فقط أن يكون لديك في جيبك ثمن الرحلة، وإنما الثمن الذي تدفعه أحيانا من عمرك، أحيانا من أنك نشأت في مجتمع لأنه يضع الناس في صفوف، فهو يفترض أن الناس لازم تمشي في هذه الصفوف والمسارات بإيقاع زمني محدد. فإذا أنت أخذت وقتك في التعلم بطريقة مختلفة يسموها dropped out. فيعني هناك لدينا في مصر مثال يقول لك أنا دفعتي لواءات، خلاص، فأنا دفعتي عمدة مثلا، بس لأنني حرصت على أن أتعلم أنا ما زلت في كادر التعليم بمعايير التعليم العلمي الأكاديمي المحض، أنا فشل لأنني في مرحلة المدرس، وأخذت 15 سنة لكي أنهي رسالة الدكتوراه. ففي علامات استفهام، إيه الخيبة التقيلة دي؟ 15 سنة تعملي إيه في الدكتوراه بتاعتك؟ كان بابا يقول لي ما تخلصي الدكتوراه الجمالي دي، على أساس إن لحم الجمال يعني يستعصي أحيانا على الطهي، فيقولون شيء جملي يعني يأخذ وقت طويلة في وقتا طويلا في الطهي. فلكن هو لا يلتفت إلى أنني
فعلت اشياء كثيره جدا في ال 15 عام، انجبت 3 اولاد، اسست موقع اسلام اونلاين لمن يذكر اسلام اونلاين وعملت بيه 5 سنوات، تعلمت اشياء، سافرت في الـ في الـ في, الـ في الطريق، تعلمت اشياء خاصه بحياتي انا، مررت واكتست بعض المشاكل الشخصيه. ففي النهايه عندما انظر انا ارى انني اذا وضعت المعطيات ووضعت الانجازات اشوف ان انا عملت انجاز، ولكن بالمعايير التي تحدد لي كيف اتعلم ولماذا اتعلم. في الاكاديمية انا متاخره عن دفعه اللواءات، هم احيانا بيبقوا لواءات فعلا يعني، ففي مشكله، في هناك مشكله في هذا الامر. هناك اثمان تدفع، خياراتك دائما لها ثمن. تصورت حين نظرت الى السؤال على الحائط لماذا نتعلم، وطوال الوقت الايات القرانيه في ذهني احاول انا افهم لماذا نتعلم من وحي الله، يعني من وحي الله يعطيني اجابات. فتصورت اننا اول مهمه او اول مهمه ان نتعلم من اجلها هو ان نتادب. العلم الذي لا يغير في كيمياء النفس ويجعلك إنسانا أرقى هو ليس علما مفيدا، حتى لو كان العلوم الطبيعية. يعني الطب الذي تعلمته إن لم يقذف في قلبك رحمة بالخلائق وإشفاق وعدم تعود على رؤية معاناة الناس، مشكلة دايما للأطباء يعني يأتوني، يعني أخوات كانت تأتي وتقول لي أنا قلبي بقى حجر، شايفة الراجل بيتلوى والست بتصوت ومش حاسة بأي حاجة يا دكتورة خالص، يعني مش أنا فقدت إحساسي، ما بقتش ما بنفع. فهذه كانت مشكلة، هذا أحد الأسباب التي من أجلها لم أدخل كلية الطب. رحت زرت كلية الطب في أولى ثانوي لكي أقرر أدخل علمي علوم أم أدبي أم رياضة، ثم قررت أنني لست مهتمة بالرياضة ودخلت الطب. حضرت محاضرة مع الدكتور حسام موافي ودخلت إلى المستشفى، فوجدت العنابر التي فيها 16 سرير وكذا، والفقراء مستشفى القصر العيني، فالفقراء يعني أهلهم جنب الأسرة قادمة من الريف وجالسة بجوار المريض على الأرض وهنا فقر شديد. فقلت أنا حاول أعيط جنب المرضى، فما مش هتنفع المسألة دي. فنتعلم كي نتأدب، والأدب له مستويات، أدب مع الله، تعلم كي فاعلم أنه لا إله إلا الله، ده منتهى الأدب، منتهى أن تعلم يعني قدرك أمام الله سبحانه وتعالى، واجبك تجاه هذه الأمانة وأشياء كثيرة. نتعلم لنحصل شروط القوة. خذ الكتابة بقوة، العلم مهمة وأمانة، فما بناخدوش كده اللي هو قصدنا بدبلر دي جاية من لفظ مصري، يعني ان انا باخد السنة في سنتين في الجامعة، بدبلر من الدبل من فبدبلر دي يعني باخد 4 سنين في 8 يعني ما شاء الله. فلا ما ينفعش، انت هتاخذ الامور، خدت قرار يبقى لازم انت يعني تنجز فيه وتنجز بتفوق. كتير من الطلبة اللي كان عندهم انشطة بيعملوها في الجامعة تبتدي الدرجات تنزل، وانا مش شايفه ان ده شرط، يعني انت محتاج تقسم وقتك يبقى ليك نشاط، والناس بتشيل بعض. ما هو يعني ايه اما نشاط جماعي؟ يعني انا بتاخر وانت تتقدم، طب امتحاناتهم في شهر 9 فيشيلوا شويه في شهر 5، سياسه واقتصاد بتمتحن شهر 6 يبقى بتوع صيدله، يعني والناس تشيل بعضها، والا ما يبقاش عمل جماعي يعني. لكن ان انت تركز في النشاط فتهمل فتدبلر، لا يعني ما اعتقدش ان ده مناسب. ففكره القوه، فكره تحصيل العلم لانه اساس لتحصيل القوه، وليس القوة بمعنى البطش ولا السيطرة ولا الهيمنة، إنما القوة بمعنى أن تكون متقنا فيما تفعله، وأن يؤدي هذا إلى أن تمارسه إذا جاء وقت العمل، إذا حانت وقت الممارسة بأعلى درجة من الكفاءة. أعتقد أننا أيضا نتعلم، محتاجة أقرأ خطي أصلا، من أجل أن نحصل الحكمة. يعني دائما في القرآن يرد مفهوم العلم والتعلم والمعرفة مقترنا بمفهوم الحكمة، والحكمة لا تحصل وإنما توهب. يعني ربنا سبحانه وتعالى أنت تسعى في طريق التعلم وتحصيل الأدوات فيهبك الحكمة، وهذه أثمن من المادة الخام اللحم الذي حصلته من التعليم. يعني إذا كان هناك مادة خام للمعرفة ومنهج يحولها إلى أشكال مختلفة نافعة، فالحكمة هي الغاية اللي هي مقترنة شوية بالأدب. يعني أنني أريد أن أكون أنا، أجمل عبارة حصلت عليها في حياتي من طالب، وأذكر أن كان اسمه أمل، هو اسمه أمل، أمل أحمد، أمل شيء شاب مش فتاة يعني. كان اسمه فريد جدا،
ففي نهاية العام الدراسي الطالبات بالذات وردة كارت أوتوغراف حاجات كده، وأحمد أحضر لي سي دي، هو وجدني مهتم بحاجات ناشونال جيوغرافيك على ما أذكر، فأحضر لي سي دي عليه يعني تسجيل أو شيء أمل. فثم كتب لي في كارت صغير حجم صغير جدا، كارت اللي بيرفق بالهدية، أشكرك صرت إنسانا أفضل. هذه أجمل هدية حصلت عليها في حياتي، أن لدي طالب ولو واحد من كل الذين درست لهم سنوات استطعت أن أجعله إنسانا أفضل، هذا يكفيني. يعني لا أريد أن يكون 1000 أو 2000 أو 3، لكن إذا العلم الذي نعلمه يجعل الناس أفضل أو يخرج من هذه السنة الدراسية ويشعر أنه صار إنسان أفضل، أنا يكفيني في العمر طالب، وأرجو أن يكون الأثر أكثر من ذلك. ثم الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. والإصلاح لا يأتي بالخبطات العشوائية، الإصلاح يأتي بشكل ممنهج. أنت لن تستطيع أن تصلح إذا لم، حتى الدعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، مش بضرب الطوب حضرتك، وأحيانا تحتاج إلى أن تصمت، تسكت أو تحسن الرد على الأسئلة التي تسأل. عجبني جدا كلامك يا مهند، سمعني يا مهند، مهند قافلين عليه ليه الشر ده؟ سامعني؟ طيب عجبني قوي لما بتقول تمكين الطالب، انه انت مش طالب علم تقعد تسمع الكلام انت حمار مش بتفهم اي حاجة. وهذا الكلام انا استخدمت الكلمة وبعتذر عنها، لكن انا سمعتها من زملاء ليه، دي حمارة، ده كلب، ده كذا، يعني هذا هكذا ينظر بعض الأساتذة للطلاب، وهذا هو الانطباع. والطالب لو وقف ليجادل الأستاذ وأحيانا يطرد وأحيانا يفصل، يعني أنا عندي قصص يشيب لها الولدان في الحقيقة، في كيف يعني تحولت الهيراركية الأكاديمية إلى سجن، يعني أقرب إلى السجن. فمهمة أن تكون متعلما، أدب أن تكون متعلما، رسالة أن تكون كيف تطلب هذا العلم، كيف تتعلم، كيف تطلبه. ويذكرني دائما عندما أقرأ، يعني أنا كان من ضمن أكسس حتى مر عليك عنوان كتاب فيعطيك فكرة يعني تصلح نموذجا معرفيا لأشياء كثير، الكتب التي تتحدث عن أدب المفتي والمستفتي. مشكلة ليس فقط في من يفتي، من لديه العلم، كيف تطلب الفتوى، كيف يتأدب من يستفتي في طلب هذه الفتوى. ما بيطلبش فتى هو قاعد بيأزأز لب وحاطط رجله على الترابيزة وبيكلم شيخ على الفضائية، والله عمي يعني كان بودي أسأل عم الشيخ، شو اسمه كده، عيب. انت بتروح تذهب إلى العالم تجلس إليه، لأنه سيعطيك مع الفتوى أدب برضه، الأدب. أنه هذا يعني الرسالة الأخلاقية، المنظومة الأخلاقية المرتبطة بالعلم، والتي تثمر الحكمة وتثمر البصيرة، مسألة في غاية الأهمية. وإلا هيبقى الطب تجارة وتصبح الهندسة تدمير للبنية الحضارية في المجتمعات، ويصبح البحث في البيولوجي تغيير لخلقة الإنسان وفطرته ضربا بفكرة الفطرة سواء كانت بيولوجية أو نفسية عرض الحائط. فهناك سياقات لابد أن نفكر فيها. لا أعلم، سهلة خالص، بسيطة، كلمتين، لا أعلم. لا إزاي، الهري لازم، هري دي مهمة جيل، يعني حنفتي، يعني حنفتي. بس فأنا أتعجب، يعني أحيانا عندما أطالع الفيسبوك وأنا بعض القضايا درستها، لست فقط قرأتها، أنا درستها، ولا أملك الجرأة أن أنا أتحدث بهذه الأريحية. ففكرة أن تصمت قليلا لكي تستطيع أن تتعلم وتتأدب، أنك لست مطالبا مع كل صبيحة يوم انك تقف لتخطف في الجماهير والامه. مفهوم الامه ده ممكن يكون مفهوم عظيم، ممكن يكون مفهوم مخيف على فكره، انه الامه مستنيه كلمه حضرتك الصبح على الستيتس بتاع الفيسبوك بتاعك. ما تقعد ساكت شويه، يعني بتدي توجيهات لقادة الدول ولتحالفات عسكريه، والناتو ما كانش مفروض يعمل. طيب خلاص كويس، بلغ الناتو بقى حضرتك. يعني فتحس احيانا بعبثيه المساله، ليست مصادره اراء، فكره الاستخفاف بأن يلقى هذا الكلام. والسوشيال ميديا على فكرة أنا أعتقد أنها أساءت جدا لفكرة ثقافة التعلم، أنها عملتها فلات وعملت لها تخفيف، دايلوشن بيسموه إيه،
التخفيف، التخفيف بدرجة. فالعلم السائل ده اللي هو بنجيب العلم من أي حتة مختلف عن العلم الأسيمتري، مختلف عن العلم اللاسيمتري. أنا متفقة مع مهند وهو يعلم ذلك، أنه من الممكن أن تخرج من الجامعة وتتعلم أشياء أخرى، وقد تستطيع أن تحصل يعني حتى عوائد مادية من تنوع خبراتك وقدرتك على العطاء في مجالات مختلفة عن زميلك الذي حصل على الدكتوراه وأصبح أستاذا يكرر ما يقوله على مدار 30 سنة. ما عنديش مشكلة في فكرة أن تخرج من الأطر المفترضة، ولكن إيه الغاية زي ما هو قال مهند، وما السبيل والثمن الذي ستدفعه من وقتك والشروط. لا ينفك التفكير المسلم في العلم عن التقوى اللي هي جزء من الأدب، ولا ينفك عن طلب التفهيم من الله. احنا مش في أمريكا ولا في بلاد الواقع الواقع، أنا أتحدث كمسلم. الله سبحانه وتعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني كلمة التوحيد دي مسيرة علم طويلة عريضة. ثم قال واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني الأدب، العلم يثمر أدب، والأدب مع الله سبحانه وتعالى وتقواه وفهم المعاني الترقي في التزكية يثمر علم. مش هيثمر العلم الطبيعي، مش هيديك بكالوريوس هندسة، لكن هو لن ينفعك بكالوريوس الهندسة في الدنيا ولا في الآخرة إذا لم يكن لديك هذا الفهم لمنظومة الثلاث دوائر، دوائر معرفة النفس ومعرفة الكون ومعرفة الخالق. الأمور متداخلة مع بعضها، لا أستطيع أن أفصلها عن بعضها البعض. يعني محتاجة خريطة عشان أفهم أنا كتبت إيه. طيب أنا سأكتفي بهذا القدر، وأنا لا أقول هذا من باب مش عايزة حد يسقف، لأن أنا بكره التصفيق جدا. يعني أنا فعلا جاي أتعلم، وفعلا تعلمت من محمد حجازي حاجات كتير، مش بس هنا في القاعة، من صداقتنا القصيرة الطويلة العميقة تعلمت من يحيى كتير. وأهم حاجة تعلمتها من يحيى خفة الروح، إنه يتعلم وهو الشغف، مش الشغف المقطب الجبين يعني، وهو عنده هذه الخفة العظيمة نفسا والثقل العظيم عقلا. فأنا تعلمت من يحيى حاجات كتير. أنا أول مرة أتعرف على حضرتك، تعلمت منك إن الواحد المفروض إنه هو يحسن لغته العربية الفصحى، ودائما ما ينتقد المغاربة والجزائريين والتوانسة، يعني أهل تونس، يعني أهل المغرب العربي بشكل عام. معلش إحنا تعلمنا العربي ضعيف جدا مقارنة بكم، فبنستسهل يعني العامية، وعندنا غرور عظيم نفترض إن كل الناس فاهمة العامية المصرية. يعني إيه ده أنت مش فاهمني؟ لحضرتك أنت بتقولي طلاسم أصلا، روح شوفي الدرجة المغربية. فأنا بعتذر إذا كانت لغتنا الفصحى ليست على نفس القدم، ونحن نتعلم من أهل المغرب ونتأدب عندما نجلس إليهم ونستمع إلى يعني عظمة اللغة التي يتحدثون بها. مهند أنا أعرفك من زمان قوي، من وانت صغير خالص تعلمت منك حاجات كتير. سمعني يا مهند، سامع محرك. أنا بحبك، ده أهم حاجة. الحب حاجة مهمة قوي على فكرة، مش الشغف، الشغف ده ممكن يروق يعني يذهب يتبخر، لكن الحب مفتاح مهم جدا للتعلم وللتعليم. لا أعتقد أن أي أستاذ من الممكن أن يترك أثرا طيبا على أطفال، كنت أقول أطفال بس أنا طول الوقت بقول لهم أطفال، على أطفاله إلا إذا، أو على عياله يعني بمعنى أنهم عيال عليه، إلا إذا أحبهم. ولن تتعلم شيئا إلا إذا يعني وتنشد العلم من الله سبحانه وتعالى إلا إذا أحببتهم وإذا أطعتهم. والأمور كلها يعني عبارة عن دوائر، مش لا أهرامات ولا خطوط، وهي دوائر، ودوائر متداخلة ومتقاطعة ومتراكبة. فأشكرك يا مهند على كل ما تعلمت منك، وكل ما تعلمت من كل من علمته، تعلمت منهم أشياء كثيرة. وربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ويفهمنا. وأنا متشكرة على الفرصة دي إن أنا شاركتكم أفكاري اللاسيمترية الغير منتظمة.
اللي بتعبر عن شخصيتي اللاسيمترية اللامنتظمة وعن مسيرتي اللاسيمترية اللامنتظمة، وغالبا هتكون على نهايتي اللاسيمترية اللامنتظمة. شكرا على أثر نمضي ويبقى الأثر، نمضي ويبقى